عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. واخيرا بقى رجعنا فيديو جديد، هرسم لكم مجموعة رموز كده هتعجبكم ان شاء الله. طبعا قلت ادلع نفسي لان انا طالعة مصيف، بس انا بحب ارسم الحاجات الهادية خالص يعني. فهرسم معاكم مجموعة رموز كده هتعجبكم ان شاء الله، ولو في حاجة في دماغكم او حاجة عايزين ان انا ارسمها اكتبولي في الكومنتات، وانا هرسم لكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي الحاجة اللي هتطلبوها. تمام. اول حاجة بقى برسمها هنا حبات البن، اللي هو بيتعمل منه القهوة. طبعا كلنا عشاق قهوة، فانا حبيت اعمل التلاتة دول، شكلهم جميل جدا جدا. وتغيير بقى يعني، بعيد عن الورد والنجوم والقلوب ومش عارفة ايه الحاجات دي كلها. فعملت زي شكل بيضاوي كده، عملت تلاتة وعملت في وسطهم خط منحني، فهو ده شكل الحبات بتاع البن. تاني حاجة هعملها يا بنات، هعمل كوكب. الله أعلم بقى هو كوكب ايه، الأرض ولا المريخ، بس هو كوكب شكله جميل جدا، وبرده من رسومات التاتو اللي هي المشهورة اليومين دول، بيبقى شكله تحفة جدا وكيوت كده، حاجة سيمبل. طبعا عملت دايرة عادية، وهعمل فيها زي ايه مش عارفة، هو عامل زي قوس كده، هتشوفوه دلوقتي شكله حلو جدا جدا. طبعا انتوا شايفين انا عاملة ايديا ازاي، انا ايديا مقلوبة قلب طين. يعني انا كويس ان انا عرفت ارسم وايديا معمولة كده، لان طبعا قدام الكاميرا فعايزاها تظهر. لو انا اللي هرسم من غير الكاميرا كنت قلبت ايدي الناحية التانية واتصرفت يعني. المهم تالت حاجة معانا، وهي هعمل بيت. طبعا كلنا بنحب نقعد في البيت، هدوء كده وراحة نفسية احسن من الدوشة بتاعت الشارع والكلام ده كله. فحبيته، حبيت شكله، حبيت ان انا اعمل البيت الجميل ده. وطبعا يا بنات زي ما قلتلكم، اي رسمة حابين ان انا ارسمها او انزلها في فيديو حتى لو منفصل، اكتبولي في الكومنتات وانا هلبي طلباتكم، وانا عندي من غيركم طبعا. المهم بقى هعمل الباب بتاع البيت. طبعا امال هندخله ازاي؟ عملت الباب وعملت ثواني هتشوفوها دلوقتي. انا عشان مش عارفه اتحكم في ايديا يعني، اصل انا بس في المنطقه دي، لان المنطقه دي هي اللي بتظهر وشكلها حلو يعني. فانا ما بحبش الرسومات الضخمه اللي هي الهندي ومش عارفه ايه والحاجات دي. بس هو ده البيت بتاعنا. هعمل كده تالت حاجة، هعمل رابع حاجة معايا مصاصة. كلنا من عشاق الحلويات والحاجات دي، ودي شكلها برضو تحفة جدا، الرمز بتاعها كمان شكله جميل جدا في الحنة زي ما انتوا شايفين. بس كده خلصناها. بعد كده هعمل فستان، مين فينا مبيحبش الفساتين؟ طبعا كل واحدة فيكم بتحب حاجة تكتبلي في الكومنتات وانا هظبطها يعني، رموز بقى وحاجات زي اللي انا بعملها دي، يبقى شكلها جميل جدا صراحة. وطبعا كل اللي بيشوفهم بيسأل بقى هو ايه اللي انت رسماه ومش عارفة ايه. بس عملنا زي نظام قلب كده ومفتوح من تحت مش مقفول، وكملت بقى الفستان وعملت له الحمالات. بعد كده هعمل علامة موسيقى، ومين فينا برضه ما بيحبش الموسيقى والروقان؟ انا صراحة كان في دماغي مجموعة رموز تانية كنت هعملها، بس مفيش مكان خلاص. بس كده يا بنات، وده الفيديو بتاعنا النهاردة. ولو حابين اي رمز اعمله لكم اكتبولي في الكومنتات، ما تكتفوش يعني، كلنا اخوات. تمام. شايفين شكله عامل ازاي؟ تحفة جدا جدا. هعمل هنا بقى الكلاون القمر ده، هو شكله في الاخر ما عجبنيش، انا وشه كده مش عارف، بس انت شوفوه واحكموا قولولي هو حلو ولا وحش. لو حلو هعيد عليه تاني وهرسمه، انما لو وحش بقى مش هرسمه. هو الوش بتاعه على شكل بيضاوي كده، وعينيه مقفولة، والفم طبعا بيضحك، لان هو اصلا الباسم بيبقى رسمين الفم بتاعه كده، نظام ان هو بيضحك حتى لو مكسر يعني. وده شعر المنكوش،
وهعمله بقى بفيونا اللي هي فيونكة صغنونة كده شكلها كيوت. وخلاص على كده، والنبي تكتبولي في الكومنتات هو حلو ولا وحش. بس كده هو ده شكله. انا بعد ما عملته على طول رحت غسلته، ما استنيتش ان هو ينشف ويبقى لونه اسود، فما كملتش حاجة صراحة وغسلته. بس كده، ودي مجموعة الرموز بتاعتنا الحلوة. وشايفين الكلاوي الناحية التانية مغسول اصلا لونه بني عشان انا غسلته بعد ما عملته على طول. واشوفكم في فيديو جديد ورموز جديدة ورسم حنة جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.